مساء الخير على حضراتكم. النهاردة احنا سعداء بوجودنا وياكم يوم 20 يوليو. ألكسندريا ليرنينج كلاب بيرحب بيكم وبيرحب دايما ان الاعضاء الجدد اللي هم اول مرة النهاردة يشاركونا. ألكسندريا ليرنينج كلاب هو موجود في جامعة الاسكندرية، وتم انشاؤه يوم 25 مارس نتيجة لوجود جائحة كورونا. حاولنا ان احنا نطلع من هذه الجائحة ونروح بينا على عالم الثقافة والتعلم عن بعد وأدواته، وعالم السينما، وعالم كمان الترجمة، وعالم اللغويات. بما ان هو موجود ألكسندريا ليرنينج كلاب موجود وتم انشاؤه تحت الأوسبيس او منصة معهد الدراسات اللغوية والترجمة، يعني وياكو دكتورة نيفين ثروت مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة. دكتورة دينا كردي بتشرفنا النهاردة بفري سيشنز، واحنا ابتدينا الفري سيشنز بتاعتنا من يوم 25 مارس، بس ابتدينا بلون جديد اللي هو لون الصيف والمية والبحر والمراكب. فوينا الديزاين الجميل ده إخراج دكتورة دينا الكردي، ودايما هي مبدعة، وزي ما أنا أطلقت عليها قبل كده في محاضرات سابقة ولقاءات سابقة إن هي عبقرينو التكنولوجيا. فمعانا عبقرينو التكنولوجيا، والنهاردة أبهرتنا باللوجو بتاعنا موجود ورانا بعد شرائها لستار كروما. يعني عدينا احنا كده يا جماعة. طبعا 25 مارس في الاكسس اللي احنا تم انشائها اللي هي التعلم عن بعد والترجمة واللغويات، وتكلمنا اخر مرة عن الفن السابع والسينما والادب. طبعا ألكسندريا ليرنينج كلاب حضراتكم لو حابين تدوا محاضرات عندنا او لقاءات او تدونا باقتراحات بنرحب بيها جدا، لان احنا ليكو وبيكو بنكبر. كل الدكاترة أو الأصدقاء اللي بيحضروا ويانا بيبقى بترفع الباوربوينت بتاعهم برغبتهم على المنصة جوجل كلاس روم. لو هم تفضلوا مشكورين يرسلوها لنا في نفس اليوم بيتم رفعها، اللي هو الكود اللي على الشمال ده ما هو ثقافي، الكود اللي على اليمين ما هو بالنسبة لكم اللي هو ما هو تعلم عن بعد. فالنهاردة إحنا في محور التعلم عن بعد e-learning l'apprentissage à distance. فيسعدنا نكمل سلسلة المحاضرات اللي إحنا كنا بدأناها من شهر مارس. كان إحنا في شهر يوليو عندنا محاضرة استخدام الألعاب التعليمية التفاعلية في التعليم الافتراضي. النهاردة لو إحنا جينا قلنا التعلم عن بعد والأدوات، لازم نقول صورة جميلة للدكتورة دينا الكردي تبقى موجودة ويانا. دكتورة دينا الكردي مدرس مساعد في قسم اللغة الفرنسية جامعة الأسكندرية كلية الآداب، مترجمة فورية وتحريرية ومترجمة أفلام، يعني مدرب معتمد في مجال التكنولوجيا التعليم في الفرنكوفونية الأيواف، مدرب ورش عمل في مجال التكنولوجيا التعليم بعدة مجالات في وجامعات في مصر. بستأذن حضراتكم في حد فتح المايك يقفله من فضلكم. مدرب ورش عمل في مجال التكنولوجيا التعليم في عدد من الجامعات مصر وخارج مصر، ومدرس عن بعد في مجال التكنولوجيا التعليم في عدد من الجامعات الفرنسية، مصمم سيناريوهات تربوية. ودكتورة دينا كورتي حائزة على عدة جوائز. دايما يشرفني ان انا اقول، لان هو ده كان اكبر تحدي بالنسبة لنا وبالنسبة لها، ان هي خرجت عن قطر المصري وذهبت الى العالمية برسالتها والقائها 180 ثانية القاء الرسالة بتاعت دينا كوردي في مجال عدة خدت فيها جوائز، وحضراتكم موجودين قدام حضراتكم، احنا متشرفين بوجودها ويانا. اعطت المحاضرات اللي هي امام حضراتكم فممكن تتابعوها على اليوتيوب، يعني ده كرم منها. كل المحاضرات المجانية اللي هي شرفتنا بيها احنا بنسعد بوجودنا وياها، وبنقول لها كده كلنا كألكسندريا ليرنينج كلاب
لوصل عددنا الحمد لله 2300 عضو في خلال شهرين. الحمد لله بنشكرها وبنرحب بيها. النهاردة محاضرة استخدام الألعاب التعليمية التفاعلية في التعليم الافتراضي رقم 2. طبعاً مين فينا ما بيفكرش أنا هعمل إيه في المحاضرات في الترم الجاي؟ مين فينا بيسأل نفسه يا ترى أنا هجذب الطالب إزاي وأنا بدي محاضراتي أونلاين؟ مين فينا ما بيسألش نفسه يا ترى الطالب هيفضل مشدود طول المحاضرة وطول السيشن؟ أنهي واجب أديه أونلاين وأنهي واجب أديه أوفلاين؟ النهاردة الدكتورة دينا هتعلمنا استخدام الألعاب التعليمية التفاعلية، واللقاء النهاردة منحصر في الثلاث نقاط دولت، وطبعاً التطبيق العملي هو ما يميز محاضرتنا وما يميز دكتورة دينا بكرمها. شكراً، واتفضلي دكتورة دينا. ألف ألف شكراً حضرتك دكتورة نيفين، متشكرة جداً 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 على التقديمة الجميلة دي وعلى الكلام ده كله، مرسي قوي قوي. وأنا طبعاً سعيدة أن أنا موجودة مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله. إحنا تاني جزئية في الموضوع اللي هو الألعاب، استخدام الألعاب التفاعلية في التعلم أو التعليم الافتراضي. دي بالنسبة للنقطة دي طبعاً هي مهمة جداً، لأن إحنا زي ما عارفين أن إحنا إن شاء الله بالنسبة للترم اللي جاي، سواء بالنسبة للمدارس أو بالنسبة للجامعات، جزء منه هيكون في الفصل وجزء منه هيكون عن طريق اونلاين او عن طريق اللي هو التعليم الافتراضي. فاحنا محتاجين دلوقتي ان احنا كلنا غالبا هنكون على زوم، ومحتاجين ان احنا نستخدم كل الادوات اللي نقدر بيها نجذب الطالب، لان التعليم اونلاين بقى والناس قافله الكاميرات واللي كل واحد بيكتب او بيعمل اي حاجه تانية او بيبتدي يحصل ملل، او حتى لو احنا بنديه محتوى المحاضره مسبقا، لو بنطبق طبعا موضوع التعليم المعكوس او الفصل المقلوب، يعني زي ما احنا بنقول اللي هو الفليبت كلاس روم، فطبعا بالتالي بيبقى في ملل شويه للطالب، فبنحاول ان احنا نجذب انتباهه اكبر قدر ممكن، يعني بما ان ما فيش تفاعل مباشر مع الطالب. انا هدخل على طول دلوقتي في البرزنتيشن بتاعتي، تمام كده؟ ثانية واحدة. أنا بنتهز فرصة إن أنا أشكر دكتورة دينا إن هي دايماً بتبهرنا بعطائها المستمر والأداء الجيد، إن هي حتى فكرت في حاجة لطيفة تبسطنا، هي اللوجو بتاع Alexandria e-learning club. أهلا، الله يخليك. ميرسي يا فندم، شكرا لحضرتك، ميرسي جدا. انا حالا هفتح هيتفتح البرزنتيشن. طيب اهو هعمل شير محاضراتكم حالا دلوقتي. اهو تمام. طيب احنا بالنسبه للحاجه، احنا كنا المره اللي فاتت بدانا ان احنا بنشوف بعض البرامج اللي عن طريقها نقدر نعمل العاب تفاعليه، تمام كده. شفنا سقراطيف مثلا على سبيل المثال، وشفنا برنامج كويزز، وشفنا ايضا برنامج ليرنينج ابس. النهارده ان شاء الله، يعني طبعا برضو في الاول في انواع التقييمات المختلفه، انا مش هحب ان انا ادخل فيها، بس بالنسبه للناس اللي ما حضرتش المره اللي فاتت، ففي انواع تقييمات كتيره ممكن يطلبها من الطالب ان هو يعملها، سواء تكويني او ختامي او مثلا تشخيصي او تقييم بواسطه الاقران، تمام كده. انا النهارده ان شاء الله هشوف معاكم طبعا في مجموعه برامج جديده، في مثلا حاجه زي ايديو كاندي، في مثلا وورد وول، في مثلا ووك لاب، في فاكتيل او جيوباردي لابز، تمام كده. طبعا بالنسبه لكويزت وسقراطيف وكهوت، انا حبيت ان انا احطهم برضو مره تانية، تمام كده. طبعا كهوت هو الاكثر يمكن معروف، بس هو ما بدا مؤخرا ان هو معظم الالعاب فيه بقت بتبقى بفلوس، تمام كده، وان هو بيبقى محصور في عدد معين فقط من الالعاب. فحبيت ان انا اقول لكم ان في حاجات تانية موجوده حضراتكم تقدروا تشوفوها. في برنامج اللي هو اللي انا عاملاه بالاحمر اللي هو ايفال كيو سي ام، ده اختصار ايفالويشن دي كيسيون اشوا ملتيبل، ده موجود باللغه الفرنسيه فقط للناس اللي هي حابه ان هي تعمل اختيار من متعدد فقط، تمام كده. وفي حاجه اسمها جو فورماتيف، وفي عندي بعد كده ايدوكا بلاي، هو شبيه جدا بليرنينج ابس، بس يمكن اكثر تعقيدا شويه، يعني ان هو بيطلب طلبات بتتعمل كتيره شويه. ليرنينج ابس اللي احنا شفناه المره اللي فاتت، في برنامج اسمه كويزينير، ده فقط معروف باللغه الفرنسيه، كويزز اللي شفناه قبل كده المره اللي فاتت. وبعد كده في جوجل فورمز اللي هنتطرق اليه المره اللي جايه، ونشوف ايه ممكن ابلكيشنز كمان ندخلها على جوجل فورمز علشان نقدر ان احنا نوظفها.
بعد كده مايكروسوفت فورمز طبعا اللي احنا شفناه قبل كده لما شرحنا تيمز، وبعد كده في حاجه اسمها ايزي تيست ميكر لطيف برضو، في تايب فورم وفوكاب تيست وورد وول اللي احنا هنشوفه النهارده، واوبن تيست وميكلر برضو دول كويسين جدا حضراتكم برضو تقدروا تطلعوا عليهم، وفي كوبو، في كويزلايز، وفي جو كونكور، كلاس ماركر، هيل تيتشينج، كلاس 1 2 3، وفي كلاس دوجو. تمام كده، يمكن كلاس 1 2 3 وكلاس دوجو يمكن علشان الانترفيس بتاعته بتبان ان هو طفولي شويه، لكن على فكره انا اعرف ناس على المستوى الشخصي انها بتستخدمه مع ناس كبيره في الثانوي، فبيقول ان هو بيبقى لطيف وبيجذبهم جامد جدا جدا، برغم ان هو ممكن الحاجه تبقى انها يعني تبان انها اشكال طفوليه او حاجه زي كده، بس لا فعلا الاثنين ممكن استخدامه مع ناس كبيره وعن تجربه يعني بيبقى الوضع لطيف جدا. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنحاول ان احنا نطبق على اربع برامج، عندي وورد وول، ايدوكاندي، وكلاب، وعندي اللي هو جيوباردي لابس. تمام، هنشوف ايه دلوقتي الموضوع ان احنا هنمشي معاهم. ثانيه واحده، اول واحد هشوفه ايدوكاندي، هفتح معاكم الشير حالا اهو. تمام، فانا هعمل ايدوكاندي، ايدوكاندي.com عادي جدا. تمام كده خلاص، فهو طبعا هو تعرف عليا لان انا كنت فاتحاه يعني قبل بدايه المحاضره، بس هو طبعا حضراتكم لو بتعملوا طبعا في العادي لازم بنعمل ساين اب لو احنا بندخل لاول مره، او طبعا لو احنا سبق ان احنا دخلنا قبل كده فبنعمل ساين ان على طول يعني، هو انا عشان كنت فاتحاه وما قفلتوش فهو على هذا الاساس هو مفتوح. تمام كده، طيب هو الموضوع بسيط جدا ان احنا بعمل كرييت للجيم وبعد كده بعمل لها شير وبعد كده بنبتدي ان احنا نقدر نلعب ما فيش اي مشكله خالص. تمام كده، طيب احنا بقى اللي هنعمل ايه، احنا اللي هنبتدي ثواني كده هنشوف مثلا ماي اكتيفيتي، دي ماي اكتيفيتيز، نقدر ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي احنا نقدر مثلا ان احنا نعملها من نوعية الأسئلة المختلفة اللي نقدر إن احنا نعملها. طيب أنا هشوف هنا matching pairs مثلا على سبيل المثال، فهو هنا حدلها مثلا Alexandria e-learning club، حدلها عنوان ماشي، ما خليها مثلا say general knowledge، تمام كده، بعد كده حاجة أقول له create. تمام، بعد كده بيجي يقول لي هنا add pair، ماشي، مثلا هقول capital of Egypt على سبيل المثال، وبدي الإجابة اللي هي هتبقى كايرو، ماشي. بعد كده بعمل add pair تاني، بزود حاجة مثلا capital of Roma. هقول لكم إيه الميزة اللي في البرنامج ده، سوري أنا إيطاليا، ايطالي، ايه ده اللي انا بعمله، معلش انا اسف. بعد كده هنا هتبقى روما، بعد كده اد بير مثلا كابيتال اوف مثلا ليبيا، طرابلس، طرابلس يعني لو انا بكتبها مظبوطه، لا مش طرابلس، لا مش طرابلس، تبقى ايه اسمها ايه بالانجلش متهيألي، طب نشوف حاجة، لا مش طرابلس، هي هتبقى تريبولي، مش عارفة لو أنا متأكدة، ليبانون، تريبولي، تريبولي مشكلة، مش طب هي هتبقى أكتبها صح كده، يبقى هتبقى أنا كنت بكتب إيه، ليبيا، ماشي. وبعد كده هنا أهو، نشيل المساعدات الخارجية، نستعين لبنان، بعد كده تبقى في بيروت مثلا، انا اسفه. تمام خلاص، بعد ما يعني هو هيبقى يعني ايه الوضع بالظبط، هو خلاص انا ببتدي اكتب اللي انا عايزاه. انا هقول بس الميزه في البرنامج ده ايه، ان انا بعد ما خلصت مثلا الاكتيفيتيز اهو، الاكتيفيتي بتاعتي اهي بقت باينه اهي جنرال نوليدج، لو انا عايزه ان انا اعمل بلاي تمام كده، فهبص الاقي ان نفس الاكسرسايز الواحد اللي انا عملته ليا طرق مختلفة إن أنا ألعب بيه، يعني ممكن هتبقى عن طريق اللعبة دي معايا كده، اللي هي اللعبة اللي كنا بنلعبها وإحنا صغيرين، اللي مش عارفة
اكس او دي، ممكن اللي هي الكلمات المتقاطعه، ممكن عن طريق الماتش اب مثلا، ممكن عن طريق الميموري، وممكن عن طريق اللي هو الاختيار المتعدد. يعني انا الميزه في البرنامج ده ان انا عملت اكسرسايز واحد فقط تمام كده، وبعد كده طرق عرضه للطلبة بتبقى بقى بالطرق المختلفة يعني بالطريقة دي، فبختار أي حاجة أنا عايزاها هي. ده بيختلف مثلا عن اللي احنا شفناهم قبل كده، سواء learning apps أو quizzes أو كده، أن أنا بختار نوعية السؤال اللي أنا عايزاه، مثلا اختيار من متعدد أو مثلا matching أو الكلام ده كله، وبصمم عليه. لكن لا، أنا عملت حاجة فممكن أن هو يتعرض بكذا حاجة واختار اللي عايز، دي حاجة. وحاجة تانية ممكن أن هو مثلا برضو مع كتر الـ يعني لو أنا بضرب بالطالب اكتر من مره ان هو يحفظ مثلا الحاجه، ففي الحاله دي بيكون يقدر ان هو يعيد الاكسرسايز مثلا باكتر من طريقه. فلو مثلا سي انا زي ما حضراتكم شايفين ان انا عملته مثلا عن طريق الماتشينج، لو انا عايز اعرضه عن طريق اللي هو مثلا كلمات المتقاطعه اللي هي الكروس ووردز تمام كده، هقول ان انا عايز اعرضه بالطريقه دي تمام. ف اهو، وطبعا بيبقى فيه تايمينج مثلا هنا، هو بيبقى عامل هو متسيستم على التايمينج. يعني مثلا اجي ادوس هنا مثلا بيقول لي كابيتال اوف ليبيا، هبص الاقي الحاجات اللي بتلعب الحاجات العجيبه اللي تحت دي مثلا، بيكون مطلع لي شويه حروف، انا بضطر ان انا مثلا ان انا اهو فين الار، ثواني كده، بي مثلا، وبعد كده الاو، وبعد كده ال، وبعد كده هو مثلا ساعات برضو بيلخبط نفسه مثلا واحنا قاعدين، تريبولي فين الاو، اهي او، بعد كده ال، فين الاي، ما كتبتش لي الاو، اخر واحده هي او، اخر واحده الاي، ما هو لسه في هنا او هو ما كتبهاش. هو طبعا هم بيحاول ان هو بيلخبط في التوقيت ده يعني شويه. تعالي بقى، لطيف جدا. ما لطيف، هما بقى بيلعبوا واحنا نقعد نجري وراهم، فهو عايز ايه بقى يعني، حد صبره طويل شويه. دكتور حضرتك دخلي ال، لان حضرتك تقريبا لما كتبتي ال بعد البي مش او. ايه ده بجد؟ يعني انا محتاجه ان انا اعمل اديتنج. لا مش اديتنج، لا حضرتك كملي عادي، هو اهم حاجه دي احنا دي فود فرابت، احنا كلنا عادي بنعملها. ف طيب ماشي، حضرتك بس بفكر حضرتك. اوكي تمام، عشان كده يعني انا لما جيت شقلبت. ماشي، ميرسي. لا مش مشكله. تمام، فهو دي المنظر. بعد كده مثلا يجي نشوف هنا كابيتال، دي كابيتال اوف ليبيا، بعد كده هنا دي ايه كابيتال اوف ايطالي، وبعد كده هنا روما، بعد كده هنا بعد كده في هنا الاي، حرف الاي اهو تمام كده. بعد كده هنا مثلا على سبيل المثال دي كانت ايه السؤال اللي هو كابيتال اوف ايجيبت اهو. بعد كده فين الاي، طبعا هما طبعا كل ما بيروحوا يمين وشمال احنا بنجري وراهم، يعني احنا ما وراناش اي حاجه برده. خلاص الحمد لله. وبعد كده انا اخدتها مثلا اهو في دقيقتين وثلاث ثواني، طبعا هي كتير بس ما علينا يعني تمام كده. فدي ممكن انا بروح بقى لماي اكتيفيتيز، انا مثلا كمدرسه معاكم اهو كده، بعد كده مثلا باجي بقول شير اهو، ده اللينك اللي انا ممكن بديه للطلبه عندي معايا كده، لو هم مثلا هيدخلوا ان هم يلعبوا كل واحد لوحده، يا اما لو انا عايزه مثلا اديهم الكود تمام كده بتاع الاكسرسايز، بحيث ان هم يدخلوا ويشوفوا يعني ويحلوا يعني تمام كده اقصد. فهي دي الفكره بتبقى لذيذه جدا بتاعه البرنامج ده، من ناحيه ان انا بقول انا بعمل اكسرسايز واحد فقط، وممكن طريقه لعبه تكون اكتر من طريقه، فالطالب ممكن لما هيجي يشوف ان هو يعني يقدر يعيد اكتر من مره بحيث المعلومه تثبت في دماغه تمام كده. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن تستخدموه عن طريق زوم، وحضراتكم قاعدين مثلا بتعملوا يعني بعد ما شرحنا مثلا اي حاجه عن عواصم العالم ايا كان، واعتبر الدرس اللي بنشرحه ايه عن طريق زوم، بعد كده اديهم دوت، اديهم اللينك ويبتدوا ان هم يدخلوا مثلا ويلعبوا ويشوفوا الكلام ده كله. فدي برده بتبقى حاجه بتبقى لطيفه جدا، وبيقدروا ان هم بيعملوا. وطبعا اقدر بعد زي ما قلت لحضراتكم اخد اللينك بوديه في اي منصه، لو حضراتكم عايزين تحطوه على تيمز، هتحطوه على جوجل كلاس روم، هتحطوه على اي حاجه هيروح معاكم، مفيش اي مشكله تمام. فده الميزه بتاعه برنامج ايديو كيندي، يعني انا اكسرسايز واحد وبنقدر بنتلعب بيه اكتر من طريقه.
تمام كده. فده على سبيل المثال برنامج جوكيندي. هحاول دلوقتي هشوف مع حضراتكم برنامج جديد اللي هو لعبة جديدة بيتم استخدامها كتير جدا على زوم واحنا قاعدين شغالين، اللي هي موجودة كانت في البرزنتيشن اللي انا قلت عليها، اللي هي تفضلي. سؤال من دكتورة من أستاذة هيام بتسأل، هو لازم يكون الطالب منزله عنده ولا ممكن؟ لا لا يا فندم، لا لا خالص، لا مش محتاج. هو طبعا البرنامج بينزل في صورة أبليكيشن موبايلات لو حضرتك عايزة تستخدميه عن طريق الموبايل، بس هو عادي جدا زي ما حضرتك شفتي دخلتي. يعني أنا مثلا دلوقتي لو أنا عايزة أعمله شير أهو معاكم، أنا صممت اللعبة أهو مثلا، بعمل كوبي وبعد كده باجي أروح هنا مثلا على على الشات، تمام كده بس كده، ونقدر ان احنا مثلا ان احنا نحطه بالطريقه دي. بالنسبه للاسئله بيقولوا هل في فيدباك ولا لا، هو ما فيهوش فيدباك للاسف، يعني ما اقدرش ان انا يعني اشوف الطلبه مثلا عملوا ايه ما عملوش ايه، لان هو ما فيهوش فكره ان انا اقيم كلاس، فدوت قايم على فكره اللي هو نوعيه التقويمات اللي هي بنسميها اللي هو السيلف اسسمنت، يعني هو الطالب مع نفسه، هو بيشتغل مع نفسه، بيشتغل مع نفسه، بتبقى الحاجه بتتصحح بطريقه اوتوماتيكيه، زي كتير جدا لما بندخل على ويب سايت مثلا بتعلمي لغات او حاجه زي كده، بعد مثلا ما بيشرح الدرس بيحط بعد كده مثلا الاكسرسايز عادي جدا، وبعد كده بقى الاكسرسايز ده مثلا انا بدخل بحله وبيبان لي ان انا مثلا ان انا كسبت ان انا ما كسبتش، ان انا مثلا حليت في 5 دقايق بدل ما المره الجايه ممكن اسرع، وان انا ممكن احل مثلا في 2 او في 3 لو المعلومات حاضره مثلا في ذهني او حاجه زي كده، مش مثلا فكره ان انا لسه بدور على الحروف يعني هنا او حاجه زي كده. فده نوع من زي ما بقولت لحضراتكم يعني نوع من ان الشخص بيقيم نفسه، تمام. لكن فكره ان انا انشئ كلاس زي مثلا ليرنينج ابس زي ما شفناه، او فكره مثلا مش عارفه ان انا ابقى متابعه الطلبه او حاجه زي كده، لا ده هو مش موجود فيه. هو دي هنا كده حاجة فور فان ان هم مثلا يعملوها، تمام كده. طيب ده بالنسبة لإيدوكاندي. هشوف برضو مع حضراتكم دلوقتي تاني برنامج اللي احنا هنشوفه مع بعض، في برنامج اسمه وورد وول. انا برضو دخلت فهو متعرف عليا، تمام كده. برنامج الوورد وول هنقدر نشوف مثلا ايه الحاجات اللي احنا نقدر نعملها. هو برنامج الوورد وول للفكرة ان هو بالنسبة للنسخة المجانية اللي حضراتكم عايزين تكتشفوها، يعني احنا هنحاول نشوف دلوقتي انواع الحاجات اللي احنا، طبعا هو فيه examples يعني حاجات كتيرة قوي موجودة عليه، في exercises كتيرة موجودة عليه كتير قوي، بس هي الفكرة لو احنا عايزين ان احنا نعمل الاكسرسايز بتاعتنا، طبعا في زي ما حضراتكم شايفين في انواع كتيرة جدا من الاكسرسايزز. النسخة المجانية متاح لغاية 5 exercises بس، تمام كده. النسخة المجانية لو حضراتكم بتلاقوا ان البرنامج عجبكم وعايزين تعدوا اكتر من 5 exercises، يبقى في الحلقة بالظبط كده 5 تدريبات، ففي الحالة دي يا اما حضراتكم هتعملوا اكاونت تاني، يا اما حضراتكم هتضطروا انكم لو عايزين تشتروا. فطبعا دي بصوا انواع الاكسرسايزز كتيرة جدا، تمام كده. في طبعا في هنا حاجات هي موجودة هنا في النسخة البرو، تمام كده، بس هي طبعا مش فعاله معايا لان انا بشتغل بالنسخه الفور فري خالص كده، فلطيف جدا. وفي حاجات كتيره قوي قوي قوي، يعني مثلا على سبيل المثال لو انا هوريكم الراندوم ويل دي مثلا فكره ان انا، وطبعا بيقبل بعض المسائل الحسابيه، تمام كده. لان انا يعني كنت شفت ان في بعض المدرسين الرياضيات او الاساتذه الرياضيات مثلا بتبقى عندهم مشكله ان هم كتير جدا من البرامج ما بتقبلش اي معادلات اللي هي معادلات الخاصه بالجبر او الكلام ده كله، وبتبقى عندهم مشاكل، بييجوا بيقولوا ان احنا ما بنعرفش نعمل جزء من الالعاب. فالورد وول فعلا ممكن بيستقبل المسائل الرياضيه بشكل كبير جدا وما فيش اي حاجه من دي خالص. طيب هنا مثلا على سبيل المثال اللي هي الورد ويل دي هي عباره عن اللي هي العجلة اللي بتلف دي، عارفين اللي بتظهر في برامج المسابقات دي، عجلة كده بتبقى بتلف كده زي ما حضراتكم شايفين، وكل مثلا وفي سؤال، فأنا مثلا هي تتروح جاية متلف فيا مثلا، وبعد كده بعد ما بتتلف مثلا بيجي يقف المؤشر على سؤال معين، فأسأل السؤال دوت مثلا للطالب الفلاني، فدي مثلا ممكن بتكون كويسة، أنا هجربها معاكم برضو.
تمام كده. هنا على سبيل المثال ممكن مثلا أسأل السؤال برضو، خلينا في الحاجات اللي اللي عارف ماشي، capital of Egypt مثلا على سبيل المثال، تمام كده. add an item مثلا هنا capital of Italy، capital of France ماشي مثلا، سيح أنا هنستكفي بهذا القدر مثلا على سبيل المثال اهي، تمام. انا بس عايزه اوريكم ان هي لما هتظهر هتظهر ازاي، ثواني علشان في صوت فايه فنسمع الصوت ايه يتمزج شويه. عايده تاني مثلا يعني مثلا مثلا وجت وقفت على كابيتال اوف فرانس، فده متخيل ان في اسئله طبعا محطوطه هنا معايا كده. ففي الحاله دي مثلا حاجه اقول ان مثلا مش عارفه الطالب الفلاني مثلا سي احمد، ابتدي انك انت اعمل الجواب مثلا على السؤال دوت مثلا وهكذا. تمام. وبعد كده بنيجي نبتدي ان احنا ندخل اهو مثلا ده اتعمل، فخلاص يبقى افضل سؤالين اهو مثلا كابيتال اوف ايطالي مثلا، اسال السؤال مثلا لمحمد بعد ما بيخلص اهو اعمل اليمينيت، وطبعا هو هيفضل غير سؤال واحد. طبعا احنا لازم تكون الاسئله كتيره جدا علشان بقى ايه المؤشر ده لما بيجي مثلا يعني. ففي الحاله دي انا ممكن بعملها شير عادي جدا معايا كده ومع الستودنت كله بتعمل لها بابل عادي، ان انا اهو ممكن يبصوا انها بتروح اخد اللينك ده، ممكن اوديه على الفيسبوك، ممكن اوديه على تويتر، ممكن اوديه على جوجل كلاس روم، ممكن ان انا ابعتها بالايميل، وممكن اخد الامبات كود. هنبقى نتكلم على الامبات كود دوت بعد كده. يعني انا اسفه انا كتبت الكسندريا غلط برضه، تمام كده. في برضو البرنامج ده لطيف ان هو ممكن برضو نفس الاكسرسايز ممكن اعمله بكذا طريقه. دي هنا عن طريق اللي هي راندوم كاردز مثلا على سبيل المثال، تمام كده الطريقه دي، يعني كانه الطالب بيتفرج على بفتح له كوتشينه يعني. الناس بتتحمص دلوقتي، الناس بتتحمص، يلا ماشي يلا عليك بقى. بعد كده بعد كده اقعد مثلا اقعد اتحمص. طبعا هي طبعا كل ما بتكتر الاسئله كل ما الموضوع بيبقى ممكن برضو انها تتعمل، ان نفس الاكسرسايز ممكن يتعمل عن طريق الورد شيت سيرش، انا اسفه تمام. فهو بكل ده بنفس اللينك اللي هو اللينك الوحيد، فهو وصل للطالب زي ما انا مثلا ممكن احطه لكم دلوقتي اللينك اللي انا اخدته ده، تمام كده. وهو الطالب بيلعب بكذا طريقه، تمام كده اهو. طبعا دي بقى يقعد يدور عليها، يعني عايزه حد بقى نظره كويس ماشي ما علينا. في هنا اوبن ذا بوكس برضو، دي طريقه تانية اهو. افتح بقى صندوق الدنيا وحضرتك وحظك بقى في الطريقه دي. وطبعا الشكل والحاجات دي بيجذب الطلبه طبعا. في ممكن ان احنا نعمل اللي هو النجرام دوت، تمام كده. نبتدي بقى ان احنا بقى مش عارفه ان هنرتب الحروف ولا هنعمل ايه ونحطها فين والحاجات دي كلها. في برضو حاجات تانية، في انواع تانية. بصوا طبعا الحاجات بقى اللي مش شغاله دي محتاجه اللي هي النسخه اللي هي بتكون برو، يعني دي نفس الاكسرسايز بس هيتعمل بطرق مختلفه. في بعد كده حاجات بقى برنتبلز، يعني في ناس مثلا تيجي تقول لي طيب انا مثلا لا عايزه استخدم البرنامج ده في الكلاس مع الطلبه نفترض، وانا ما عنديش الامكانيه ان هم يدخلوا يحلوا عن طريق مثلا ما معهمش تابلتس، ما فيش انترنت في الفصل او ما الى ذلك، فبعمل ايه في الحاله دي؟ فممكن بلجا للنسخ اللي هي بتبقى البرنتبل مع، فهو عامل برضو عرض نفس الحاجات. ممكن ان هي بصوا تبقى برنتبل كده اهو، يعني نفس الاكسرسايز اللي احنا شفناه بتاع الويل دي، العجل اللي عماله كيف، ممكن ان احنا مثلا نعمله برنتبل. في مثلا الورد سيرش برضو نفس الحكايه، ممكن ان هو برضو يطبع اهو، تمام كده لو حد عايز يطبع. في رايتنج فريم، يعني في حاجات كتيره جدا نقدر ان احنا نعملها. طبعا في اي وقت لو انا عايزه مثلا اعمل ايديت للكونتنت بقدر طبعا ان انا بعمل له ايديت، مفيش اي مشكله او الكلام ده كله، يعني عادي جدا 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 مفيش اي حاجه خالص. في اي وقت عايزه برجع بعمل ايديت بعمل ايديت.
بالنسبة بعد كده طبعا هنا الماي اكتيفيتيز دي اللي انا عن طريقها اهو انا عملت تو اكتيفيتيز دلوقتي. بعد كده هنا في حاجة اسمها ماي ريزلتس تمام كده بقدر اشوف مثلا ان انا يعني انا بقدر ان انا برضو اعمل كلاس وجوه الكلاس مثلا او ان انا بدخل الطلبة والطلبة مثلا بقدر ان انا اخد عليهم فيدباك او الكلام ده كله تمام. دي برضو ممكن انها عادي خالص انها برضو بتتعمل بحيث ان انا اشوف مين دخل ومين عمل ايه ومين الكلام ده كله. فكل دوت فعلا بنقدر ان احنا نعمله عن طريق الورد وول. فهو البرنامج لطيف جدا وكويس قوي وفكرة ان هو نفس الاكتيفيتي بتتعمل باكتر من مرة فعلا بتدي للطالب الفكرة او الفرصة ان هو بيراجع اكتر من مرة الدرس يعني تمام كده. فممكن برضو اعمل فولدرز وكل فولدرز مثلا بيكون فيه حاجة فدي برضو بتبقى حاجة لطيفة جدا جدا يعني. بس فده بالنسبة للورد وول يعني يمكن مش كتير قوي معروف او حاجة زي كده بس هو بصراحة البرنامج انا شايفة انه هو لطيف جدا يعني. قبل ما انتقل لبرنامج تاني لو حضراتكم عندكم اي اسئلة يا دكتور نيفين قبل ما افتح البرنامج اللي بعده. حلو قوي احنا بنفتح الاسئلة ممكن حضراتكم ترفعوا raise your hands لو في اي سؤال بيتفضل صاحب السؤال يسأل تفضل. لغاية دلوقتي ما فيش واضح كده يا دكتورة دينا وحدش رفع ايد فنستكمل بس انا اسأل سؤال بعد اتفضلي يا فندم اتفضلي. هو ينفع طبعا بالنسبة لي دلوقتي هيقولوا هي دي طفولية ولا لا لا ينفع مثلا لما بنيجي بنعلم لغة في الاول بيبقى في الطالب متلخبط في تكوين الكلمة والحروف فدي فرصة ان انا اديله تكوين الكلمة والحروف لو هو بيتعلم اللغة في مستوى A1 و A2 يعني بتساعد جامد جدا في تكوين الكلمة. لو بتديله معلومة عن طريق الروتيشن العجلة الويل اللي حضرتك حطاها دي وعاوزة سرعة فبيبقى هنا في تايم تشالنج يعني تايم تشالنج ان هو يقدر يعمل يجاوب فابتدي روح من الانتر اكتيف يعني انتراكسيون في الكلاس وفي نفس الوقت روح من المرح والجمال في التعلم. هنا في اتنين رافعين ايديهم دكتورة دينا بعد اذن حضرتك دكتور استاذة شيرين راغب اتفضلي. بونسوار دكتورة دينا ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم ازاي حضرتك مدام شيرين؟ انا كنت بس عايزه اعرف حضرتك وانت بتقولي ان احنا هنعمل استاذه شيرين أيوه. سامعاكي اتفضلي. واحنا بنعمل الرو قلتي هنحدد مين الطالب اللي هيجاوب ايه الآلية اللي هنحدد بيها الطالب هقولها له بالبق بس يعني أيوه. مش حاجه بالظبط لا يعني هي كده بس انا وانا قاعده شغاله مع حضراتكم دلوقتي ان انا ممكن لو انا هعمل اكون مجهزه مثلا الاسئله بتاعتي اللي انا عايزه اسالها لكم وفي الحاله دي ان انا بكون عاملاها على شكل اللي هي العجله اللي حضرتك شفتيها دي وبعد كده بيجي يقف السؤال مثلا بكون مثلا اول واحد في الشات مثلا سي او واحد من البارتيسيبنتس اللي ظاهر عندي هنا على زوم ان الطالب الفلاني مثلا حد اسمه احمد محمد فببتدي ان انا اقول له احمد السؤال اللي جاي هو اللي عليه فايا كان بقى السؤال اللي هيقف عليه هو اللي بيجاوب عليه فاهم حضرتك قصدي العفو يا فندم العفو امري. انا بس نقطه ثانيه انا برضو عايزه اقولها يعني ردا برضو على كلام الدكتوره نيفين لان برضو انا كان قبل برضو ما ادخل معاكم المحاضره كان في حد تواصل معايا برايفت وكان بيقول لي ان الالعاب دي انا حاسسها انها للاطفال كلها. لا على فكره انا بتكلم ان احنا يعني هو اللعبه نقدر ان احنا نحدد مستوى الاسئله اللي احنا عايزينه يعني انا لو بسال مع حضراتكم يعني بندي مثلا كورس مثلا او بدي محاضره دلوقتي في الساينس او مش عارف في الطب ولا في الهندسة ولا في أي حاجة وأنا عايزة أصحصح الناس اللي قاعدة معايا تمام كده يعني فأنا ممكن إن أنا أعمل لعبة زي كده يعني أنا أكون محضرة أنا هتكلم النهاردة في الدرس الفلاني فأيا كانت المادة وأيا كانت الطلبة اللي عندي
تمام كده، بعد واكون محضره الاسئله بتاعتي، وبعد كده عايزه صحصح الناس. يعني انا حضرت برضو قبل كده مؤتمرات مثلا كتير، كان مثلا في المؤتمرات والشخص قايل ان هو عمال يتكلم ومش عارفه ايه، والناس بقى بتنام، والناس بقى مش عارفه ايه، واللي بيبتدي يمسك الموبايل، واللي بيبتدي يمسك الواتساب، واللي بيبتدي يتكلم مع اللي جنبه، وناس بتبتدي تقوم. فبدا فجاه كده راح جاي مصحصح الناس، راح جاي عامل لعبه زي دي في الموبايل على كان ساعتها عارض بروجيكتور، وعمل لعبه زي دي، وكل الناس بقى بالموبايلات وتدخل وتجاوب. طبعا احنا كنا سرحنا اوريدي معاه، فاحنا كان في حاجات كتيره وقعت، ايه ده، طب قال ايه، طب مش عارفه ايه، فبدا ان هو فعلا ان هو يفوقنا شويه. فانا اقصد اقول ان اللعبه فعلا هي، حضراتكم ممكن تقولوا ان انا لعبه وان انا بعمل جاميفيكيشن والكلام ده كله، يبقى انا مقصود ان انا بكلم الاطفال، لا، انا ممكن لازم الجاميفيكيشن تبقى موجوده في الفيرتشوال ليرنينج على طول. اي تعليم افتراضي ما ينفعش ان انا هسيب الطالب كده، وان انا ادخل برضو قاعده على زوم كده عماله اتكلم. يعني انا واثقه اكيد ان في ناس دلوقتي بدات انها تنشغل بموبايلاتها. ميرسي دكتوره دينا للتوضيح. الاسئله، في سؤال لاستاذه امل فكري، لو يخص دكتوره امل، لو يخص الموضوع ده نعمله في اختصار عشان ما ناخدش وقت السيسيون. اوكي، عشان الناس اهم. اتفضلي. طيب بونسوار دكتور دينا. بونسوار يا دكتور امل. حضرتك دكتوره امل، ما تقلقي. هل الابلكيشن دي بتتطلب ان الطالب لازم يكون اون لاين مع البروفيسور زي ابلكيشن ثانيه، ولا ممكن تتبعت ويبقى ليها تايم معين يقدروا يشتغلوا فيه او يحلوا فيه الابلكيشن دي؟ ميرسي. العفو يا دكتور. بص يا دكتور أمل، هو دلوقتي مبدئيا لو حضرتك دلوقتي وإحنا قاعدين شغالين على زوم، حبيت ان انا استخدم اللي هي العجله دي زي ما حضرتك شايفه، طبعا هي نوعيه الاسئله اللي انا عملتها هنا دي تتطلب ان لازم احنا الاثنين نكون موجودين مع بعض، تمام؟ فممكن حضرتك بقى على زوم وهتعملي شير للسكرين زي ما احنا بنعمل دلوقتي، تمام كده؟ يعني انا بقى مثلا محضره اللي هو الاكسرسايز ده دلوقتي، وانا اهو مثلا سي قبل المحاضره، وبعد كده انا ببتدي ان انا مثلا بعمل شير للسكرين اهو معاكم زي ما حصل مثلا دلوقتي، تمام كده؟ وهبتدي ان اول واحد في الشات انا ماشيه مثلا بالترتيب هو اللي هيتسال السؤال الاولاني اللي هتقف عليه العجله، تمام؟ فانا في الحاله دي انا يعني برنامج الوورد وول ده بيبقى محتاج ان الطلبه كلهم لازم يكونوا معايا اونلاين، تمام؟ فطبعا لو في الفصل ما فيش امكانيه ان الطلبه معاها اجهزه وما فيش امكانيه ان هو متواجد انترنت، تمام كده، وحضرتك بتقولي كل واحد قاعد في البيت دلوقتي، هتعملي شير للسكرين زي ما انا عامله دلوقتي، بتكوني مصممه الحاجه وحطاها دلوقتي وبتعرضيها قدامهم كده وخلاص. لو انا مثلا هعمل اللي هي الاوبن ذا بوك. دكتوره دينا، حلو، عشان ننتقل للجزء ال ماشي، تمام، البراكتس. تمام تمام، خلاص، اوكي، تمام. طيب العفو يا فندم. طيب بعد كده هنتقل للبرنامج اللي هو اسمه او اللي هي جيوبارديز لاب، جيوباردي لابز لو انا بنطقها مظبوط، يعني معلش عشان ساعات اللي ايه النطق بيقلب فرنش شويه. تمام معايا كده؟ هو الله يكرمك، هو طبعا في حاجه في مش عارفه فاكتايل، لو حضراتكم انا حاطاه في الـ في الـ في الـ في البرزنتيشن. فاكتايل ده عباره عن اللعبه اللي هي جيوباردي لابز، تمام كده. فاكتايل هو ممكن ان احنا طبعا بننشئها بالطريقه دي، يعني هي لعبه قائمه بذاتها، بس بعد كده عملوها ان هي ممكن بتستخدم في زوم، تمام كده. فاحنا هندخل على اللي هي جيوباردي لابز اهو، هقولها لكم وطريقه استخدامها على زوم. طبعا الالعاب اللي انا بقولها يعني علشان نستخدمها في التعلم الافتراضي بتاعنا. فهنا كرييت اهو، طبعا في حاجات هنا ممكن تلاقوها بتبقى جاهزه طبعا اهو، يعني فطبعا حضراتكم تقدروا تستكشفوها، لكن انا هبتدي اقول لكم اللعبه بيتم انها بتشتغل ازاي. ممكن على فكره كمان من غير اي حاجه اهي، من غير يعني ما اعمل اكونت او اي حاجه، هو مجرد ان هو بيطلب مني باسورد وخلاص. هنا كده بدخل هنا مثلا التايتل بتاعها، هقول مثلا جنرال نوليدج، تمام كده. بعد كده هنا في عندي كاتيجوريز، يعني انا ممكن اقسم مثلا مش عارفه لو انا مثلا او سؤال هنا مثلا عن الطيور، سؤال هنا عن الحيوانات، سؤال هنا مثلا عن رؤساء الدول، سؤال هنا مش عارفه عن ايه، سؤال هنا عن ايه، وهكذا. واجي بدخل السؤال هنا، تمام كده، بدخل السؤال هنا، وطبعا بيقبل برضو المعادلات الحسابية علشان الناس اللي بتقول ان هو لو عندها مشاكل في الموضوع ده. طيب مثلا هقول هنا capital برضو of France،
تمام، وبكون حاطه الاجابه هنا اللي هي باريس. خلاص كده continue، ده السؤال اللي هو بالطريقه دي. تمام، انا هخليها هنا ايه capitals، دي مثلا السؤال كده مثلا، واجي ادخل على السؤال اللي ب $200 مثلا، يعني ماشي capital of انا اسف، وبكتب الاجابه الصحيحه هنا. وطبعا لو عايزين تحطوا معادلات حسابيه، عايزين تدخلوا صوره، عايزين تدخلوا فيديو، برضو شغال، ما فيش اي حاجه. يعني لو في حد عايز يحط مثلا فيديو، والفيديو دوت مثلا يكون السؤال عليه مثلا، وبعد كده الاجابه تحطوها هنا، ما فيش اي مشكله. طبعا هنقعد بقى نملى كل دول، فهو طبعا بيحتاج وقت شويه بس ان هو ايه في الملايين. تمام، وبعد كده طبعا لو عايزين تزودوا صفوف زياده، عايزين تزودوا كولن زياده، ما فيش اي مشكله. بعد كده بعمل سيف اند فينيش. بعد كده بيجي يقول لي هو كام تيمز عايزاهم يلعبوا معاكي، 2 تيمز مثلا على سبيل المثال او 1 تيم. تمام، هنخليها مثلا سي 2 تيمز، ماشي. وبعد كده طبعا بقدر اعمل له داونلود، بقدر اعمل شير، بقدر اعمل برنت، بقدر اعمل اديت في اي وقت، مفيش اي مشكله. بدوس بعد كده على ستارت. تمام كده، فمثلا بقول السؤال اللي هو ابو $100. تمام، اهو بدوس كده كابيتال اوف فرانس، ماشي. على زوم الفريق الاولاني، عندي فريقين انا مقسماهم مثلا فريقين، الفريق في كل فريق فيه ممثل مثلا عن الفريق. تمام كده، الكل اللي هيجاوب اسرع مثلا هو اللي اديله الدرجه. يعني كابيتال اوف فرانس، نفترض ان تيم 1 راح جاي باعت الاجابه على الشات، ماشي، قال ان هي باريس، بعمل هنا سبيس بير دي سبيس بار، انا اسفه معايا كده. وبعد كده التيم الاولاني هو بروح جاي اعطيه له مثلا سي 100. تمام كده، بعد كده نيجي ننتقل للسؤال الثاني. تمام كده، السؤال الثاني بدوس على كونتينيو. تمام كده، في السؤال الثاني كابيتال اوف روم، ايه ده كابيتال اوف ايطالي اللي انا بكتبه ده يا جماعه، معلش سوري سوري عشان انا مش مركزه. طبعا كابيتال اوف ايطالي، انا اسفه جدا، خلاص ما معلش، يعني انا واضح اني مش مركزه قوي. فبعد كده بدوس على طبعا كابيتال اوف ايطالي، فنفترض مثلا ان هي طبعا روما. جاوب السؤال دوت مثلا، برضو الفريق الاول هو اللي لحق جاوب، يبقى بعد كده بزود له، فاخد كده 200 معايا كده. فزي ما حضراتكم شايفين بيبقى بالوضع ده، بحاول ان انا مقسماهم اهي لفرق. تمام كده، وبقدر يعني كل بيبقى فيه شخص بيمثل هو الفرقه، بحيث ان هو اللي مين اللي هيدي الاجابه الاول على الشات. تمام، فطبعا اللعبه دي زي ما بقول لكم هي بتتلعب اساسا ببرنامج اسمه فاكتايل، اهو برنامج فاكتايل. تمام كده، هي موصوفه للفليبت كلاس روم، وموصوفه للريموت ليرنينج معايا كده، اللي هو التعليم عن بعد اهو، يعني بالظبط كده بنقدر ان احنا نعملها عن طريق في الكلاس روم وفور ريموت ليرنينج. تمام، فبنشوف طبعا اهو، بس طبعا يعني هي نفس الفكره هتعملوها برضو على فاكتايل، بس الفكره هياها اتعملت برضو ان احنا ممكن نستخدمها عن طريق زوم. تمام كده، فاهو زي ما حضراتكم شايفين عادي جدا، بيبقى عندي كام فريق، واشوف الفريق مثلا اللي هو اللي هيقدر ان هو يكسب او يجيب اعلى درجات، لو انا بحمسهم مثلا هديهم بعد كده اي جايزه او حاجه كده، بحيث مثلا ان هم يكونوا قاعدين مركزين معايا كده. فدي فعلا طبعا دلوقتي معموله للريموت وديستنس ليرنينج زي ما بقول لكم، سواء عن طريق فاكتايل او عن طريق اللي هو جيو بار دي لابس اللي هي استخدمناها دي، وهي طبعا مستخدمه كتير جدا عن طريق زوم. ده اللي انا حبيته اقوله، فقبل ما ادخل على برنامج جديد لو في اي اسئله انا مع حضراتكم. ممكن نخلي السؤال الاسئله في الاخر يا دكتوره، بحيث خلاص مفيش مشكله. مفيش مشكله خلاص. تمام، في بعد كده اخر برنامج هنشوفه اللي هو برنامج اسمه ووك لاب، برضو مستخدم علشان الـ يبقى فيه تفاعل طبعا بشكل كبير جدا معايا كده. فطبعا انا لو عايزه انا اعمل ساين ان، هو تعرف عليا على طول اهو دلوقتي، فبعمل بنشئ مثلا. في طبعا انواع كتيره جدا من الاسئله، في عندي اختيار من متعدد، في عندي بول، في عندي صوره، ريتنج، اوبن كويستشن، وورد كلاود، فايند ا نمبر، ماتشنج، برايوريت،
prioritization, sorting, fill in the blanks, slide, brainstorming, script, concordance test, وده حاجة judgment وفي audio video. فحضراتكم بتختاروا اللي حضراتكم عايزينه، مثلا على سبيل المثال ما فيش أي مشكلة بنختار أي نوع، مثلا سيدة على سبيل المثال أهو بكتب برضو into the question. بحط هنا الإجابات مثلا. أهو بختار إن الإجابة الصحيحة طبعا هي بيروت. تمام كده بعمل مثلا سيف. فبعد كده هنا how to participate start. أهو. فأنا ممكن أدي للطلبة إن أنا أديلهم يعني ممكن ياخدوا اللي هو الـ QR code عن طريق الموبايلات. تمام كده دي حاجة. أو إن هم يدخلوا على wooclap.com ودوت اللي هو الكود معايا كده. تمام كده. وبعد كده بيجي بيظهر لهم السؤال دوت capital of Lebanon مثلا على سبيل المثال. أنا ممكن أديكم الـ تمام كده أديكم أنا أسفة. ما أنا عايزة أديهولكم دقيقة واحدة. ممكن إن أنا هزوده شوية أسئلة بس ثواني كده. ده اللي أنا هديهولكم دلوقتي بس أنا ثواني لأن أنا ممكن أزوده شوية. بحيث ان احنا نشوف مثلا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. ودوت برضو معمول للديستنس ليرنينج او ريموت ليرنينج. تمام كده. انا عايزه اعمل ايديت. هنا هعمل ايديت مثلا اهو. تمام. بيبقى سؤال واحد ولا ايه؟ ماشي ستارت مثلا. طب حضراتكم ممكن تبتدوا انكم تدخلوا تجاوبوا مثلا على اللي انا اعطيته لكم ده. حاضر. بحيث ان احنا مش لازم كله بقى طبعا يجاوب صح يا جماعه يعني. فعلي يا دكتوره عشان احنا ندخل عليه على طول محتاجين يعملوا كوبي اند بيست. ما انا حاطط لهم كوبي بيست دلوقتي. بس هو مش مفعل ان هو يضغط عليه على طول. اوكي. والله؟ دي غريبه. جرب انا كده احط. لا مش عايز. هديك لو تحطه هنا بس مفعل يبقى مش عارفه. انا حطيته مش بيتفعل يعني مش بيزرق. مش بيزرق مش عارفه ليه مش بيزرق. مش مشكله هو يبقى طيب انا عندي تمام. انا عندي حد هنا كده دخل جاوب اهو على سبيل المثال واحد مثلا قال ان بيروت. حاولوا يا جماعه يعني تدخلوا تقولوا الاجابات غلط يعني بس علشان نشوف بس المنظر هيبقى عامل ازاي. مش لازم كله يدخل يقول بيروت يعني. تمام كده. ناتالي صديقتنا من لبنان يعني ممكن تدخلي تقولي تريبولي ما فيش مشكله. مش عارفه عاصمه بلدك مش مشكله. ما عم بقدر فوت على اللينك. ما بتقدري تفوتي على اللينك. مش مفعل معلش. ما هتاخدوه كوبي بيست. ما اعرفش ممكن لو تاخديه كوبي بيست بعد اذنك. يلا اي ويل دو ات. اوكي. طبعا انا بنتهز الفرصه وبقول لدكتوره غاده صابر النهارده عيد ميلادها فبحييها وبقولها كل سنه وهي طيبه النهارده. جويز انيفرسير. لا كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره. دكتوره غاده كل سنه وانت طيبه. دكتورة غادة صابر. هو لازم يتعمل له ادت ولا ايه؟ طلع لك حد؟ انا مش قادره اطلع عشان خايفه اعمل اقلل قدر. عرفت دلوقتي اهو. دلوقتي على سبيل المثال ان انا عندي في تحت زي ما حضراتكم شايفين في 9 افراد دخلوا.
تمام كده. هنا عندي اهي، عندي 5 جاوبوا 6 يعني بنسبة 56% جاوبوا الإجابة الصحيحة، 44% جاوبوا الإجابة الخاطئة زي ما حضراتكم شايفين. لو أنا عايز أبص أشوف النتائج مثلا هنا دي كده، أنا بصيت مثلا النتائج أهي باينة، يعني أنا ممكن لو أنا عايز أخفيها معايا كده، يعني أنا أهو كده ممكن على الطريق دي، على الطريق دي، الطريقة دي أنا أقصد. في ممكن برضو إن أنا دوت كان البول، ممكن لو أنا عايز أعمله برين ستورمينج إن أنا أو open question، لو أنا عايز أسأل برضو open question بس دي في بفلوس، لو أنا عايز أعمل word cloud برضو دي بفلوس. فعلى يعني لا، عشان الفكرة إن أنا يعني تجاوزت عدد اللي هو ليه 5 exercises بس او activities بس ان انا اقدر ان انا اعملها. تمام. ثواني انا ثانية واحدة بعد اذنكم. في برضو لو انا عايزة اعمل export ان انا مثلا excel sheet اهو هفتحه مع حضراتكم بحيث اشوف النتائج ايه. دي واحدة. اهو ده اكسبورت، ده اكسل شيت زي ما حضراتكم شايفين هنا، بيطلع لي مثلا نسب التصويت بتبقى عامله ازاي. تمام كده اهو بالطريقه دي خلاص. فلو حضراتكم برضو عايزين بتنتفعوا بيه في اي سبب، مثلا عايزين تقدموه للاداره، فبيقول لي عدد مثلا اللي اشتركوا مثلا عندي 9، البارتيسيبنتس اللي جاوبوا هم فعلا التسعه كلهم جاوبوا، عندي 5 جاوبوا كذا ومش عارفه في هنا الخمسه التانيين مش عارفه ايه، الماكسيمم سكور والمش عارفه الافريج سكور والحاجات اللي هي بقى الحاجات الحسابيه دي لو حد بيبقى مثلا محتاجها او حاجه زي كده، والتشويسز بيروت 5 اللي جاوبوها وتريبولي 4 بس هما اللي جاوبوا بالطريقه دي، ونسبة النجاح ان نسب الاجابه الاولانيه 55% فاصل كذا والثانيه كذا يعني. فدي لو حضراتكم بتكونوا ايه محتاجينها على سبيل المثال. بس غير كده ثواني انا اسفه، ده برضو بيفيد زي ما بقول لحضراتكم لو عايزين يعني تعملوا زي ما قلت لحضراتكم برضو قاعدين في زوم وعايزين مثلا تسألوا سؤال بالطريقة دي، وطبعا في حاجات تانية برضو تقدروا تسألوها وتقدروا تستكشفوها، بس برضو مشكلة البرنامج زي وزي الورد وول لينا 5 activities بس for free، يا إما هنضطر ان احنا نعمل اكاونتات تانية. في برضو حاجة ان انا ممكن احط مثلا presentation، تمام كده اكون رفع presentation سواء PDF او PowerPoint على سبيل المثال، او ممكن اجيب من جوجل سلايدز مثلا، او لو عندي لينك، وممكن ان انا عن طريق البرزنتيشن المعروضة دي تمام ابتدي برضو ان انا بسألهم انها بيتحط عليها اسئلة، وده ممكن هنشوفه في برامج العرض فعال اللي هي قدام شوية، مش عايزين نحرق يعني. في برضو اللي هي الحاجات دي ان ممكن الشخص يكون عامل presentation ايا كان نوع البرزنتيشن، وبعد كده بندخل عليها interactivity. في نوعية برامج بتعمل كده، دي هنبقى نشوفها مع بعض بإذن الله. بس عامة ووكلاب ممكن عن طريقه، يعني مش بس ان اكتفي بالحاجة دي، لا انا ممكن اكون برفع PDF او PowerPoint، وبعد ما بعمله ممكن ان انا ابتدي ان انا بسأل عليهم برضو اسئلة، يعني عشان يبقى فيه قدر من التفاعلية، يعني ادخل اي حاجة من النوعية دي من الحاجات، ففعلا بيكون لطيف جدا. تمام كده. ف ثواني كده على ثواني. دقيقة واحدة. خلاص يعني هو ده لا ده كل دوت طبعا مدفوع لان انا تجاوزت الحد المطلوب. تمام كده. فخلاص يعني ده اللي انا اقدر ان انا اقوله يعني. بس فانا عفوا يا فندم، عفوا يا فندم. فطبعا العفو يا فندم، اتفضلي. ربنا
الله يخليكي. بس هو ده كده، لو حضرتك عايزاني ادي ممكن برنامج تاني في السريع مفيش مشكله خالص، ما كنتش خمس دقايق طبعا. انا طيب تمام، قولوني لو قلت لك لا اصلا. طيب خلاص، ممكن اشوف معاكم برنامج كويزلت. طيب في كان سؤال من دكتوره جيهان جميل بتقول لحضرتك لو تكرمتي ساعدينا الهي يسترك بلستة من المواقع. ده طلب جماعي على فكرة، ده مش دكتورة جيهان بس. أنا بص يا دكتورة، أنا ما بقى أحفظ بالطريقة التقليدية وكلام ده كله، فممكن بكتب الكلمات الجديدة بتكون موجودة على كروت كده عاملة زي كروت البحث تمام كده، وبعد كده أطلع مثلا كارت وأقعد أقول إن الكلمة دي مثلا تعني كذا وترجمتها مثلا في اللغات التانية كذا وكذا. ده لو فرضا أنا أسفة حد بيتعلم لغة جديدة، أو حد مثلا زي في دايما كان سؤال بيجي لنا وإحنا صغيرين، أوجد المصطلح العلمي، يديني الديفينيشن أو يديني التعريف، وبعد كده يا ترى المصطلح العلمي المناسب لده ايه. كنا بناخدها في كل المواد يعني، انا افتكر حتى في الجيولوجيا والحاجات اللي هي الادبيه والكلام ده كله، او حتى لو حاجات علميه. فكويزلت ده قايم برضو بنفس الفكره، كويزلت قايم ان انا عندي حاجه داتا جديده اكتسبتها، والداتا دي لازم ان انا يعني اراجعها اكتر من مره، بحيث ان انا اقدر ان انا استرجعها على طول اول باول. تمام كده تمام. فانا فتحته دلوقتي اهو كويزلت، طبعا انا اتعرف عليا لان انا كنت فاتحاه، بس طبعا لو حضراتكم بتدخلوا الاول مره بتدوسوا على كلمه ساين اب، لو سبق دخلتم قبل كده بتدوسوا على برنامج ساين ان، سوري على الزرار ساين ان. هندخل هنا مثلا، هو هنا بيقول لي انتر تايتل، حتى مثلا على سبيل المثال عطي تايتل لايك بيولوجي، يعني انا برضو عشان اقول الفكره ان مش شرط ان لازم الموضوع تكون حاجات اطفال. تمام، انا مثلا هقول ايكونومي على سبيل المثال، احط ديسكريبشن هنا تمام كده، وبعد كده هبص الاقي الحاجات هو التيرمز بيدخلها هنا. انا سي هو اوريدي كمان هو في مكتبه، يعني انا لو هقول مثلا هبتدي اتكلم عن الرأسمالية، هبص لسه بكتب ابتدي اكتب كلمه كابيتاليزم تمام، فراح ظاهرها لي وظاهر لي مثلا الديفينيشن بتاعتها هنا، مثلا سي ان انا هاخد معرفش ده مثلا على سبيل المثال. تمام، لو عايز احط صوره بتعبر عن الرأسماليه ممكن احط صوره مفيش اي مشكله. تمام، ولو عايزه برضو ان انا احط يعني اعمل فويس ريكوردينج برضو اقدر ان انا اعمل فويس ريكوردينج برضو مفيش اي مشكله. تمام، حاجه مثلا ادخل على المصطلح الثاني، حاجه مثلا ليها علاقه باللي هي مثلا الثوره الصناعيه، يعني هو اوريدي بقول لكم هو في حاجات سي مثلا هاخد الاول، يعني طبعا انا ما قريتش طبعا يعني خصوصي. تمام كده، ولو حضراتكم كمان عايزين بتكونوا بتزودوا عايزين تقلبوا مثلا عربي ممكن بدوس هنا وبختار مثلا على سبيل المثال اللغه العربيه. اهو انا اسفه هي موجوده فوق اصلا. تمام كده، فممكن لو عايزين اللغه العربيه وابتدي ان انا بختار ان انا ايه اكتب مثلا، فدي برضو ممكن ان احنا برضو في ايدينا ان احنا نعملها. عايزه اغير ارجع تاني للانجليزي برجع مثلا نشوف حاجه تانية مثلا اهو اكسبوزيشن. تمام كده، مثلا سي هيريت، وطبعا ليا ان انا احط الصور وليا نفس الكلمه زي ما قلت لحضراتكم. طبعا هو دوت اللينك اللي انا على الفيسبوك وعلى تويتر، ممكن ان انا اعمل كلاس وادخلكم على الكلاس كمان. تمام كده، فدي برضه تدي ان انا اشوف الطلبه دخلوا حلوا ايه عملوا ايه، اشوف ان انا دي عباره عن ايه وبعمل الانسر، لو انا مش عارفه بيبتدي يطلع لي مثلا خيارات تانية او ما الى ذلك. اللطيف برضه في البرنامج ده ان انا سي ان انا في الفلاش كاردز انا كويسه، يعني انا الاكسبوزيشن اقول الاكسبوزيشن عباره عن ايه. تمام، لو انا بغلط في حاجه يعني في الحاجات التانية بيبتدي ان هو بيعيد لي نفس الاكسرسايز كذا مرة لغاية لما يتأكد ان انا وصلت لي المرحلة المظبوطة. سبال مثلا على سبيل المثال اهو كذا كذا وببتدي مش عارفة ايه، او هنا مثلا اختيار من متعدد وعمل تشيك للانسرز، فبيبتدي ان هو بيعيد مع نفسه لغاية لما ان انا اكون متأكد يعني يتأكد ان انا جاوبت اجابات صح. ستارت هنا مثلا جيم اهو الاكسبوزيشن، اللي انا عملتها صح. طب احط دي مع دي واحط دي مع دي، اوكي انت اخدتي كده اوكي الموضوع، ودينا الكوردي دخلت وحلت واخدت 18 ثانيه ونص، ده على سبيل المثال. تمام، هو رجع زي ما حضراتكم شايفين ان هو رجع عادها تاني لان هو شايف ان انا
غلط، ان انا في مرتين جاوبتهم غلط او خدت وقت اكتر من اللازم، تمام كده؟ ففي الحاله دي بيرجع يعيد الاكسرسايز علشان كانها مراجعه وتثبيت للمعلومات بالنسبه لي. هعمل باك في مثلا جرافيتي، في برضو جرافيتي ده لطيفه دي اوريها لكم. جيت ستارتد برضو الطلبه هيحبوها. ليتس جو ستارت جيم دي. هو هنا ابتدي ان انا الاندستري ريفوليوشن، ان انا لازم ابتدي ان انا مثلا اكتب، كتبت مثلا اي حاجه على سبيل المثال، هو طبعا مش صح اللي انا كتبته، فبالتالي البتاعه دي او البلوره دي ما زالت انها نازله، هو برضو عمال ينزلها تاني علشان شايف طبعا ان انا جاوبت غلط، هو مطلوب ان انا اكتب كل ده، تمام؟ فهو لا يعني الموضوع لان هو مش مظبوط فبيبتدي ان هو بينزلها تاني او كده، تمام؟ فا او ممكن ان انا بعمل ستارت اهو جيت ستارتد. مثلا او تيرم ممكن ان انا اختار مثلا، تمام كده هي هتنزل بقى دلوقتي. هو اعطاني هنا ولغايه دلوقتي انا مش عارفه ايه الكلمه المظبوطه، انا اخترت ان انا انزل الديفينيشن بدل ما انزل الترم، لغايه دلوقتي انا مش عارفه اجاوب، فهتلاقوا ان البلوره ما زالت هتفضل نازله 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 نازله. بيحاول يديني يعني حاجه تانية، مثلا لو انا هكتب اكسبوزيشن، تمام كده. لا كانت غلط اللي هي الاولانيه، هي المفروض انها تبقى كابيتاليزم، تمام كده. هعمل مثلا ريستارت تاني هنشوف ايه اللي هتنزل لنا. اهو فهتلاقي انا كتبتها وعملت لها اوكي، فهتلاقوا ان هي خلاص البلوره ما فضلتش انها نازله، تمام كده. فدي برضو بتبقى لطيفه. بعد كده هنا مثلا بنبص على سبيل المثال لو عايزين ان احنا برضو نعمل اكسبورت، نشوف الحاجه ناخدها او السكورز مثلا على سبيل المثال. هنا دلوقتي دينا الكوردي في السؤال بتاع الماتش اخذت 18.3 من الثواني مثلا، وبعد كده بيقدر يقول لي بقى ان في مثلا في الاخر حاجه انا عملتها الكابيتاليزم انا ما عملتهاش مظبوطه، والاندستريال ريفولوشن برده ما عملتهاش مظبوطه، اللي عملتها مظبوطه هي مثلا اكسبوزيشن، تمام كده. لو انا ببقى عايزه مثلا اخد اكسبورت، اخد مثلا الداتا اللي انا عايزاها، برده بقدر ان انا باخدها بالطريقه دي. لو انا عايزه برضو اخد انفورميشن، بيديني مثلا انفورميشن ان الحاجات اللي انا دينا الكردي اللي هي عملت ايه او كده الكلام ده. بس يعني هو ده اللي انا اقدر ان انا اقول لكم. عايزين تعملوها برينتس برضو هنا يا دكتوره دينا. خلاص انا كده خلصت بالنسبه لكوزيت، يعني انا حبيت اقول ان بس واستنفذنا طاقه حضرتك، انا عارفه لا، يعني لا يا ابدا استغلال الى اقصى درجه. الى لا لا ما تقوليش كده يا دكتوره، يعني بنفتح. بشكر حضرتك طبعا. العفو يا فندم. وشكرا لكم البرامج النهارده فعلا استفدنا من بيها، ربنا يخليك. عملنا كده لايف بسيط برضو اونلاين، ففي ناس دخلت في النص، فاللي فاتها الجزء الاولاني ممكن لحضراتكم تتابعوه على اليوتيوب ان شاء الله النهارده لما يترفع بالليل. لو في حد عنده اي اسئله يعني كده فليتفضل، اتفضل يرفع ايديه وبعدين يقدم نفسه من فضلكم ويسال السؤال. واضح ان كل حاجه واضحه النهارده، لان احنا كنا بناخد الاسئله اول باول. وهي لا، في دكتوره استاذه رانيا شحاته. علي اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. انا رانيا شحات، مدرسه لغه فرنسيه بمدرسه السام اسماعيليه. اهلا بيكي. ومنسقه محافظه اسماعيليه. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا انا بشكر حضراتكم على المجهود الرائع اللي انتوا قايمين بيه بجد، يعني يا ريت
مصر تتخذ نفس النموذج اللي احنا شايفينه في كل محافظه وفي كل مكان يبقى بهذا الوضع يعني. فربنا يبارك لك. اكيد اكيد اكيد. واهلا بيكم عندنا، انتوا عاوزين يبقى لنا منافسين ليه؟ اهلا بيكم، احنا فاتحين يعني بجد والله احنا بنفتخر يعني ان انتوا بجد مصريين والنموذج ده موجود في مصر يعني. يا ريت الناس كلها تبقى كده بتنشر العلم وجزاكم الله خير. عندها المزيد والمزيد ومحضره لكم حلقات كتيره فبنستغلها ويانا احنا عارفين. ربنا يبارك فيها ويبارك في حضرتك يا رب يا دكتور. هو انا بس كنت بقترح على في ابلكيشن اسمه كويز كلاب. كويز كلاب ده ممكن ده عباره عن اكستنشن لجوجل كروم. ممكن من خلاله كويز كلاب ده لما اضيفه لجوجل كروم مجرد ما افتح تكست اقراها لما اقف على كلمه اعمل كليك على كلمه بيترجم لي الكلمه دي، اسمه كويز كلاب. حضرتك ممكن ده عامل زي جوجل ترانسليت لو سمحتي. حاضر يا دكتور حاضر. ده برضو عامل زي جوجل ترانسليت، وكمان لو دوست على الايقونة كويز كلاب موجودة في شريط كروم هيضيف لي الفوكاب اللي ترجمت الكلمة ومرادفها هيضيفها لي لبرنامج كويزلات. فدي حاجة من الحاجات برضو اللي ممكن يعني هي حلوة. انا هكتبها حاضر لحضرتك كده. شكرا. انا بشكر حضرتك ربنا يخليك بجد. شكرا لكم انتوا جدا. حضرتك واضح ان عندك معلومات كده، فلو تحبي مره تشاركي. لا انا كنت فاكره ان عندي معلومات الحقيقه، بس لما حضرت معاكم اكتشفت ان انا عندي تقريبا 1% من اللي بيتقال كله. فربنا يبارك فيك يا رب. انا سعيده بوجود حضرتك ويانا وباهل اسماعيليه وللاضافه الجميله، بس ما تنسيش تكتبيها في الشات بوكس من فضلك. حاضر يا دكتور. شكرا يا استاذه رانيا. شكرا شكرا على كلامك الجميل. شكرا يا كفندم. الله يخليك. دكتوره ماجده البحراوي، يعني دكتوره ماجده حضرتك منورانا النهارده ربنا يخليكي. دكتوره ماجده ميرسي جدا. حضرتك ممكن انيوت يور سيلف. ميرسي نيفين. ميرسي انتريسان. ميرسي دكتور دينا. برافو شير دكتور مروه. ميرسي حضرتك. ماجده البحراوي. ايوه حضرتك منورانا دكتوره ماجده ربنا يبارك. برافو عليكم. سوبر. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتوره. شهاده نعتز بيها جدا. اهل كليه التربيه في اسكندريه كلهم يعني تحياتنا ليهم يعني ربنا يخليك. ميرسي ابو. ميرسي ابو. ميرسي. والدكتوره عزه برضو عبد الرازق ويانا جت لحقتنا في النسخه دي. عندك اي اسئله دكتوره عزه؟ تحت امرك. لا ميرسي يا حبيبه قلبي. انا جيت متاخر معلش الظروف لكن الحمد لله. ميرسي يا حبيبي. ميرسي ابو. شكرا يا حبيبتي. الله يكرمك. شكرا لحضرتك يا دكتوره عزه منوره. يا حبيبتي يا حضرتك اللي منوره. الله يكرمك. شكرا لحضرتك. احنا كده مفيش حد رافع ايده يا دكتوره دينا ولا حضرتك ومش شايفين اي اسئله؟ لا انا مش شايفه. انا بشكرهم جدا. انا حابه ان انا اشكرهم جدا جدا على كلامكم الجميل اللي انتم كاتبينه على الشات ده. بشكركم جدا جدا فعلا بجد. واشكر الدكتوره نيفين انها ادتني فرصه ان انا اقول لكم المعلومات دي. بس رجاء يا جماعه حضراتكم تستخدموها وتستخدموها على زوم يعني رجاء، لان برضو ما زالت الفكره قائمه ان الالعاب دي للاطفال. لا لازم ندخل الجاميفيكيشن في التعليم الافتراضي من فضلكم، والحاجات سهله وجميله جدا يعني. احنا بس كده احنا هنجمع نحن شهر اغسطس في اخر اول سبتمبر. ايه رايك نعمل ورشه عمل تطبيقيه يعني هو ايه نديلهم ويجب ونحط لهم على الفيسبوك ويجي الناس اللي عاوزه تشارك هيعمل ريجستريشن. حضرتك صوت بليز ميوت يور سيلف بليز. ايوه طيب بقول لحضرتك دكتورة دينا جات لي فكرة دلوقتي. ايه رأي حضرتك نعمل كده ندي واجب وبعدين نيجي يصلحوه وينا بأسئلتهم في على اول على الاسبوع الثاني من سبتمبر كده، يبقى نفكر لهم في حاجة كده للدورة اللي هم خدوها واستفادوا منها من بأن احنا شهرين شغالين. ففعلا عشان ايه اللي فعلا عاوز الاتستاسيون بتاعت الدورات دي، فهبقى شديده شويه يعني اللي عاوز فعلا بالمسميات يبقى ايه لازم يقدم كده زي يجي يعمل لنا بريزنتاسيون هو عمل ايه
نعمل سيشن كده وحضرتك تبقي مشرفة علينا، وانا اول واحدة هعمل تطبيق فيها. يبقى ايه الميس بتاعتنا؟ شنودة عيسى، دكتور شنودة بيسقف ميس بيسقف بيسقف عشان ايه في ناس طلبة شهادة بالاسماء الدورات، ف يبقى احنا ممكن نعمل هنعمل اسماء الدورات، بس كمان انتوا كمان تشرفونا بدورات، تعملوا لنا برزنتيشن بالحاجات اللي احنا اديناها عشان نتاكد فعلا ان حضرتك عملتها. ودكتوره مي عصام شكلها كده فكره مش ولا بد، انا عارفه، بس يعني هنعمل كده براكتس. الناس عماله تضحك مش اوكي عشان يبقى فيها فعلا تطبيقي، ويبقى شهاده تبقى فعلا مفعله مش بس حضور لكن شهاده فعليه بإذن الله. دكتورة عزة أشكر حضرتك يا فندم. سقفت دكتورة عزة سقفت. هنوضح كده زي يعني هنحط على جوجل كلاس روم وحنعمل لكم الكويز ده، حضرتكم تيجوا تعملوه وحوضبوا مع دكتورة دينا، واللي هيحل الكويز ده هو اللي بياخد باسم الشهادة باسم الحاجات دي، عشان يبقى متأكدين فعلا ان احنا يعني وصلنا لرغبة الدكتورة دينا وهي اللي قالتها دلوقتي. يا ريت يا جماعة تطبقوه، أنا بنفس رغبة الحاضر. أوكي ميرسي، تصبحوا على خير وسعيدة جدا وشكرا ليكو، وعلى لقاء إن شاء الله هتنورونا يوم 22 بإذن الله، لقاء التاني مع دكتورة سلمى مبارك ومحور السينما محاضرة نمرة 2، فاللي فاتوا محاضرة نمرة 1 هنرفعها إن شاء الله النهاردة، ولأن كان فيها حتة كده حقوق ملكية ما خدناش بالنا بأنها دكتورة سلمى عملت روتانا حق ملكية الروتانا، فروتانا على طول جت قالت بتاخدوا حقي ليه، ده حقي في الفيلم. أوكي فبنظبط الدنيا وربنا يسهل كده بإذن الله. تصبحوا على ألف خير، نورتونا، مع ألف سلامة. مرسي دكتورة دين. العفو يا دكتورة، العفو، مع السلامة. باي باي. باي باي. باي باي.